عشقها للفرات وشغفها بالقراءة والمطالعة دفعاها لتقديم كتبها هدية لأبناء مدينتها. الدكتورة انتصار مشفور، إحدى سيدات دير الزور، آثرت أن تبقى كتبها حكرا على مكتبتها، فتبرعت بها كاملة لمكتبة المركز الثقافي العربي بدير الزور ليزداد غنى المكتبة. هناك تعاون مع المجتمع المحلي، آخر هذا التعاون هو مبادرة قدمتها الدكتورة انتصار مشهور ابنة محافظة دير الزور، وهي تبرع بمجموعة من الكتب المنوعة سياسية واقتصادية واجتماعية تبلغ تقريبا 550 عنوان كهدية لمكتبة المركز الثقافي بدير الزور. طبعا نحن نشكر هذه المبادرة وهذه المساهمة من قبل الدكتورة انتصار على دعم هذه المكتبة. طبعا مكتبة المركز الثقافي كانت من المكتبات المتميزة، كانت تضم تقريبا 50,000 عنوان، ولكن بفعل المجموعات الإرهابية المسلحة قامت بحرق هذه المكتبة. نحن حاليا أعدنا هذه المكتبة، أصبح لدينا تقريبا 1550 عنوان في هذه المكتبة. في مجموعة كبيرة من الكتب، كتب علمية، سياسي، اقتصاد، اقتصاد سياسي، طبعا تخصصي أنا كجغرافية، في مجموعة كبيرة من الكتب ومتنوعة من مختلف أنواع وفروع الجغرافيا، حتى أي شخص مثلا يستفيد من الكتب هاي ويستفيد من كبحث علمي، كباحث دارس يستفيد منها بأي فرع من الفروع. مكتبة المركز الثقافي بدير الزور تعرضت للتخريب والنهب من قبل العصابات الإرهابية، وفقدت آلاف الكتب والمخطوطات القيمة، ولكن أبناء الفرات ومنهم هذه السيدة لم يتوانوا ولو للحظة عن إعادة ترميم المكتبة وتزويدها بكل ما تحتاج إليه. من حبهم للقراءة ونشر المعرفة.